أتقدم بالشكر الجزيل لكل المواطنات والمواطنين الذين منحوني توقيعاتهم في كل ولايات الوطن وفي كل بلدياته. لم تكن العملية سهلة لأنها تطلبت جهداً كبيراً في انتقال شبكة التجمع الوطني الديمقراطي والمساندين لي والمتعاطفين معي في كل مكان، انتقلوا ليقنعوا المواطنين حيثما كانوا بضرورة أولاً المشاركة في الانتخابات، لأن هذه الانتخابات يتوقف عليها تكريس الإرادة الشعبية وانتخاب رئيس جمهورية بطريقة ديمقراطية شفافة ونزيهة. نحن رأينا أن نضع تصوراً عملياً وميدانياً لبرنامج سيكون حاملاً لعدد من المحاور ولكم هائل من المقترحات العملية والميدانية والحلول العملية، كما قلت، لكثير من المشكلات التي تعترض الجزائريين في حياتهم.